سوق الخلة هو ركيز المتحرك لبلد المتجاورة. يعني فجأة يوم 14 مايو 2018 السلطات البلدية أخبرونا بوضع حجر الأساس لبناء سوق الغلة من جديد مع شركة أجنبية المعروفة بتيوا جلوبال تكنولوجي. نحن نخبر الرأي العام والوطني والدولي السوق الخلة يعني بني من سنة 2000 من قبل وكالة فرنسية للتنمية المعروف بIFD والحكومة خسرت فوق مليارات. بالنسبة للدخل الدولة يعني 90% من البضائع المستوردة من خارج تشاد كلها لتجارنا سوق الخلة. فبسبب ده يعني بيدخلوا أكثر يعني في من ناحية جمارك ومن ناحية الضرائب الأخرى. لذلك هنا أكثر من 80,000 تجار والتاجرات يمارسون تجارتهم في سوق الخلة. والكثرة سوق الخلة كمان يزيد أكثر تأثر للدولة وللتجار بصفة عامة. ويتأثر أيضا في الاقتصاد الدولة ومن ناحية الضرائب الجمركية والباقي الضرائب. نظرا لهذا نحن تجار بصفة عامة وتجار سوق الخلة بصفة خاصة نطلب من فخامة رئيس الجمهورية رئيس الدولة والسيدة الأولى للبلاد يعني بتدخلهم شخصيا يعني دور هذا المشروع البناء اللي خليه يعني يودوا في محل الآخر. فده طلبنا وفي مساحات كثيرة كده ما مبنية فندور المشروع ده خليه يودوا في محل آخر.